مرحبا، واضح معاكم الرحال عبد الله السلمي. قطعنا مسافة 1600 كيلو من جدة إلى الدوحة لحضور مونديال العرب. من البحر الأحمر إلى بحر الخليج كأول شخص في العالم يقطع الجزيرة العربية مشيا على الأقدام. احنا قطعناها بمسافة 1600 كيلو لمدة شهرين، 55 يوم بالضبط، والحمد لله كانت من أحسن ما يكون. كانت ممتعة، كانت رحلة جميلة. السلام عليكم. Welcome to Doha. How are you? أنا متخصص في إدارة اللوجستيات من أفضل جامعات العالم، إحنا بنخطط لرحلات الطيران والسفن، فأنا استخدمت تخصص الأكاديمي لرحلتي، فرحلتي كانت مشي، لكن قدرنا الحمد لله أن ننسق لها وننظمها بطريقة محترفة جدا. في هذه الشنطة فيها خيمتي، فيها بطانيتي، سريري، مخدتي، أكلي، شربي، مطبخي، كل ما أحتاجه خلال الشهرين هذه موجود داخل الخيمة، فأنا بشيلها على ظهري وبنمشي في الصحاري وبنقطع مسافات. إحنا بنمشي يوميا من 40 إلى 35 كيلو. أجمل شيء صار معي في الرحلة إنه الناس بتوقف، بتساعد، بتجيني، بتسألني، بتعطيني موية، بتعطيني أكل. فكنت في صحراء مقطوعة ومهلكة، لكن الحمد لله كنت بين شعوب عربية تحب تساعد. في لحظات كثيرة فكرنا في التراجع فيها، في لحظات وصلت لمرحلة أنه خلاص أنا ما عاد أقدر أكمل، لكن اللي حصل أنه طلعت على الشارع العام لأني حسيت بتعب ودوخة، فقلت خلاص حمشي على الشارع العام، لو تعبت بيساعدوني الناس. أول ما طلعت على الشارع مشيت مسافة كيلو ممكن، طلعت لي شخصية جميلة، شخصية معروفة، شخصية مشهورة، شخصية كبيرة، اللي هو الأستاذ مبارك الهاجري زوج الفنان أحلام. وقف عندي ودعمني وساندني وشجعني على الاستمرارية، فالحمد لله تحول الانهزام إلى قوة واستمريت وكملت ووصلت إلى دولة قطر الحمد لله. إن شاء الله قبل كأس العالم بيومين راح يكون عندنا تحدي، وإحنا نمشي من الساعة الرملية الساعة العد التنازل لمونديال الدوحة، مونديال قطر 2022، راح نمشي من الساعة الرملية إلى ملعب الافتتاح اللي هو ملعب البيت لمدة يومين في منطقة الخور، فبإذن الله هذا هو التحدي القادم وراح تستمتعوا فيه. بصراحة قطر دولة متقدمة وفيها الكثير من الجمال، ما حصل في الدوحة في هذه الفترة شيء يرفع الرأس، شيء نفتخر فيه احنا كشعوب عربية، فشكرا لهم على ما قدموا لنا احنا كمشجعين لكرة القدم. شكرا على الاستضافة، سعيد بوجودي معاكم وأتمنى لكم كل التوفيق.